واخا كيحرمونا من التيران، انا راه ديما كنساندو جمهور الجيش الملكي، كنساندو فريق الجيش الملكي في الدار. والله يرحم لكم الوالدين، بغينا المدرب يتبدل. والله باقي المدرب يبقى ولا شي عسكري. متابعي موقع لوماتان سبور، مرحبا بكم في ميكرو ماتان سبور. اليوم المنتخب الوطني المغربي كتنتظروا مباراه مهمه ضد نظيره الجنوب افريقي برسم الجوله الاولى من تصفيات المؤهله لاقصائيات كاس امم افريقيا المرتقبه بالكوت ديفوار. خرجنا للجانب المجمع الرياضي مولاي عبد الله بالرباط باش نقربوكم يعني من اجواء دخول الجماهير المغربيه والتصريحات ديالها بخصوص اللقاء، فابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، كنتواجدوا بجانب المجمع الرياضي مولاي عبد الله بالرباط، مجموعه من الجماهير العسكريه والجماهير المغربيه بصفه عامه جات تشجع المنتخب الوطني. كيفاش كيجيك المستوى ديال الاسود؟ خويا تبارك الله، كاينين هاد العام تيقصروا، مره تيربحوا هذيك، مره تيربحوا، مره تيخسروا هذيك الكره. او حريه الجماهير العسكريه وديما عسكر. خويا وحنا راه نبقاو نساندو، نبقاو نساندو لي فرش النهار الموت اخويا ولادنا تما. الوطني المغربي كيفاش كيبان لك بعد المستوى ديال المنتخب؟ المنتخب كاين مستوى مزيان، كاين لعابه عندهم دي كاليتي مزيانين، فهمتي، كيقدموا مزيان، ولكن داك لي سبريت جروب والجروب ما كاينش، فهمتي. كاين لعابه مزيانين، مدرب راير فيرونار راه كان واحد قدم مع المنتخب مزيان، فجا خلي لوزيت راه كتشوفوا المنتخب مره مزيان مره هادي، ونتمنى يديروا شي حاجه في كاس العالم. انتم دابا العوده ديالكم يعني المركب ديال مولاي عبد الله بخصوص الحرمان، حنا واخا شوف واخا كيحرمونا من التيران، راه ديما كنساندو جمهور الجيش الملكي، كنساندو فريق الجيش الملكي في الدار، وراه جمهور الجيش الملكي راه في القلب، فريق الجيش الملكي راه في القلب، وديما كنساندو. واخا ظلمونا وشحال من حاجه، ما كيطبقش داكشي ديالنا، كيطبقوا مع فرق اخرين كاع ما كيطبقوهم، كيجيو لي فار راه كعارف تيحطوا عليهم. ونتمناو حريه جمار عسكريه. خو سفيان خويا طارو، حيت الشغب اللي ناض هنا راه ماشي فحال الحجر، راه ما محسوبش على الجماهير الجيش الملكي، كاين غير شي اوباش. فهمتي اللي محسوب؟ واش كطالبوا انتم كجماهير دابا؟ كنطالبوا يبعدوا منا هذاك الاوباش، يبعدوا من الملكي سولو بلاكار. كتوقعوا نتيجه ملكي كبير؟ 4-0 تيفلعت ربع. سمع سمع، 3-1. شوف تحيه لحومتي امالكات والوليده رشيده زروال، كنبغيك. كيديروا الشغب شو شو، هادشي كامل حاقدين علينا، اي بلاصه كلشي حقاد حقاد. شي جيش الملكي يبقى جيش الملكي وصولو بلا كارمي. وتحيه خويا انس لا ليبرتي. وبغيت نهضر على واحد النقطه اساسيه اللي مهمه، تحل باب واحد هنا في الرباط خص كان عليه يتحل اكثر من باب، على الاقل واحد ثلاثه، يعني راه كاين هنا في الرباط مدينه ساله، كاين الرباط، كاين تمارا، يعني شحال من واحد جا مولاي الحسن مقطع في السيت وما واخدش الورقه ديالو، عكس مدن اخرى ما جبت سميت ولكن محلولين فيها جوج بيبان او جوج كيشيات حتى ثلاثه. وهذا الشيء هضره الوطنيه للجميع، احنا مغرب كامل واحد، ونتمنوا من الله ان شاء الله تدوز هذه المقابله كما قلت في الاول في اجواء رائعه، وديما عسكر، وتحياتي لكم والقناه ديالكم ولاد الناس الزويونين. شكرا عليك. كاس العالم مزيان، علاش؟ لانه مدرب ديال النتائج ماشي مدرب ديال اللعب. كنظن اننا ملي نبقاو نلعبوا مع رونار كنا كنلعبوا كنتقصوا، ما كانوش كيكونوا نتائج. الان بغينا مرحله ديال النتائج، كنظن انه لو بقى هذا المدرب كنظن اننا في كاس العالم غنمشيو بعيد. واش كيبان لك في المباراه ديال اليوم؟ واش المنتخب الوطني قادر انه يفوز؟ كنظن ان المواجهات مع المنتخب جنوب افريقيا كنظن انه فاز علينا جوج مرات، حنا ربحنا مره واحده وتعادوا، اربعه المواجهات كنظن هو منتصر علينا بزاف، مي كيبقى المنتخب المغربي هو المرشح لانه كيستقبل في الميدان ديالو امام الانصار ديالو. كنظن اننا ما عندناش خيار اخر من غير اننا ننتصروا، وغينتصر علاش؟ لان جميع اللعابه واعيين المسؤوليه اللي عليهم، خاصه الجمهور المغربي بعد خساره من الولايات المتحده دخلوا الشك، يعني عديد من اللعابه ما قدموش المستويات اللي كنا كننتظروا منهم، خصوصا حكيمي واحد من ابرز اللاعبين اللي في الجهه اليمنى في العالم. كنظن ان جميع اللعابه خصوصا ان ما حتى في الوسط الميدان ما بقاوش عندنا لعابه اللي كانوا من بالهند بوصوفا، كانوا لعابه مجربين. كنظن ان الوسط الميدان خصو واحد اعاده نظر ديالش انه يكمل معنا في المنتخب، حيت حنا كنتسناو شي نتيجه. المدرب كنتسناو شي نتيجه تكون واعره، وخطر جايه ان شاء الله، وكلشي غيدي بلاصه ان شاء الله، وكنتسناو شي نتيجه تكون حسن. داكشي علاش تنطالبوا من الجامعه تبدل لنا المدرب. الله يرحم لكم الوالدين، بغينا المدرب يتبدل. والله يرحم المستوى ديال المنتخب. المهم بغيت نقول الله يطلق صراحة الدراري، بعد الدراري ديال الجيش الملكي المظلومين، مشجع المنتخب، بغينا نشجع المنتخب. كيفاش كيجيك المستوى ديال المنتخب الوطني في يعني في ظل المدرب واحد الخليفي؟ دابا راه ما شاء الله تبارك الله، راه غادي ينبر لي في الطريق ديال النجاح ان شاء الله، ونتمناو يفرحونا هذا النهار، شكون شي مسيره زويونه ان شاء الله. هنا يا اخي شوف الدراري راه شيقصروا اللعابه، راه شيلعبوا الدراري، عندنا كلهم كيلعبوا في اوروبا. هذاك الحكم اخي راه ما عرفتش، هذاك المدرب ما عرفتش الحكم هذا المدرب. شو كيبان لك غيسجل في هذا الموضوع؟ اخي حكيم راه داير خدمته اخي، الكعبي ما يديرش لنا داك الشطايح وداك الشيء لا اخي، يزير معنا اللعابه ان شاء الله. هذا حنا شوفوا راه
تابعوا حساباتنا على مواقع التواصل، فعلوا جرس التنبيه واشتركوا في القناة. لوماتان سبورتس، نظرة جديدة للصحافة الرياضية.